السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله سنقوم من خلاله على التدرب على تكوين جمل بالايطاليه. هذه الجمل ستقومون بتكوينها بانفسكم انطلاقا من كلمات وعبارات سبق ان رايتموها في دروس سابقه. فعلى بركه الله، كيف نقول بالإيطالية جاري؟ جاري. ركزوا جيدا قبل الإجابة. كيف نقول بالإيطالية جاري؟ يعني الذي يسكن بجواري. ممتاز. جاري تعني il mio vicino. il mio vicino vuol dire il mio vicino di casa. هذا فيما يخص جاري. أما إذا كانت جارتي فسنقول la mia vicina di casa. إذن كيف نقول بالإيطالية يصرخ كثيرا؟ هو يعني هو يصرخ كثيرا. تركيز قبل الإجابة، ركزوا جيد جدا. يصرخ كثيرا تعني بالإيطالية أورلا troppo. urla urla يعني بالدارجه كنقولوا كيغوت بزاف. urla troppo. urla troppo. اذا قمنا بتكوين الجمله التاليه: جاري يصرخ كثيرا تعني بالايطاليه. il mio vicino urla troppo. il mio vicino urla troppo. اذا كيف نقول بالايطاليا انا اشتغلت بالنسبه لضمير المتكلم. ممتاز. انا اشتغلت تعني بالايطاليا io ho lavorato. io ho lavorato. إذن هنا الفعل في زمن الماضي. كيف نقول بالإيطالية طوال اليوم أو طول اليوم أو كل اليوم؟ ركزوا. كيف نقول بالإيطالية طوال اليوم؟ برافيسيمي. طوال اليوم أو طول اليوم تعني tutto il giorno. tutto tutto il giorno oppure tutta la giornata. tutta la giornata o tutto il giorno. يعني نقول واحد من هاتين العبارتين. إذا قمنا بتكوين الجملة التالية: اشتغلت طول اليوم، يعني اليوم بأكمله. ho lavorato tutto il giorno. io ho lavorato tutto il giorno. كيف نقول بالإيطالية أريني؟ أريني أريني يعني نتحدث معك أنت أو أنت. أنت أو أنت يعني المخاطب. molto bravi. أريني يعني بالعربي بالدارجة المغربية هي وريني. fammi vedere. fammi vedere. fammi fammi vedere. bravissimi. كيف نقول ماذا أخذت بالإيطالية؟ كيف نقصد أو ماذا نقول بالإيطالية؟ ماذا أخذت أو ماذا أخذت أنت؟ تركيز جيد. ماذا أخذت أو ماذا أخذت؟ cosa hai preso. cosa hai preso oppure che cosa hai preso. إذن قمنا بتكوين الجملة التالية: أريني ماذا أخذت أو ماذا أخذت. fammi vedere cosa hai preso. fammi vedere cosa hai preso. preso. والverbo هو الverbo prendere. هنا
في الباساتو. جيد جدا. إذن الآن ركزوا جيدا وثم ترجموا إلى الإيطالية تعالي أو تعالى بالنسبة للمخاطب أنت أو أنت. ممتاز. تعالي vuol dire vieni. Vieni. Vieni il verbo venire يعني في زمن الحاضر. Io vengo, tu vieni, lui viene. كيف نقول بالإيطالية لتتغذى؟ لتتغذى. ركزوا قبل الإجابة، تركيز مهم جدا. ممتاز. لتتغذى تعني a pranzare. A pranzare. A pranzare. A pranzare هي يعني للغداء أو لتتغذى. كيف نقول بالإيطالية معنا؟ معنا. 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 جيد جدا. معنا تعني كون نوي. كون نوي. إذا أردت أن أقول معكم يعني نقول كون فوي. كون فوي. إذا أردت أن أقول معهم كون لورو. إذن الجملة التي قمنا بتركيبها تعالي أنت أو تعال أنت لتتغذى معنا تعني بالإيطالية vieni a pranzare con noi. vieni a pranzare. pranzare con noi. con noi. con noi. vieni a pranzare con noi. إذن ترجموا إلى الإيطالية اتصلت بك أو بك يعني أتكلم معك أنت وأنت. ركزوا ثم أجيبوا. جيد جدا. اتصلت بك تيو كياماتو. تيو كياماتو. تيو كياماتو. هنا الفعل الverbo chiamare في زمن الماضي أو الباساتو. كيف نقول بالإيطالية البارحة مساء أو الليلة الماضية؟ تركيز ثم الإجابة. ممتاز. البارحة مساء تعني ياري سارة. ياري سارة. لا سارة هي المساء. ياري سارة. كيف نقول بالإيطالية لماذا؟ لماذا؟ إذن هنا سؤال. لماذا؟ لماذا؟ ركزوا ثم أجيبوا. لماذا تعني perché. perché. perché بالدارجة علاش. علاش. لماذا perché. perché. كيف نقول بالإيطالية لا ترد علي أو لم ترد علي؟ ركزوا جيدا ثم أجيبوا. جيد. لم ترد علي تعني non mi hai risposto. non mi hai. non mi hai risposto. non mi hai risposto. Si scrive con la H, non mi hai risposto, però la pronuncia non mi hai risposto. إذن كونا الجملة التالية. اتصلت بك الليلة الماضية. لماذا لم ترد علي؟ ti ho chiamato ieri sera perché non mi hai risposto. Ti ho chiamato ieri sera perché non mi hai risposto. كيف نقول بالإيطالية منذ وقت أو من زمان أو بالدارجة المغربية شحال هذه؟ شحال هذه؟ ركزوا جيدا. جيد جدا. منذ وقت تعني دا تيمبو. دا
tempo, da tempo, da tempo, da tempo. ترجموا إلى اللغة الإيطالية: لم نتكلم مع بعضنا البعض، أو بالدارجة المغربية، ما هضرناش مع بعضياتنا. لم نتكلم مع بعضنا البعض، ممتاز. لم نتكلم مع بعض أو مع بعضنا البعض. Non ci siamo sentite. Non ci siamo sentite. ولكن هنا أتحدث بالنسبة للمؤنث، فنكتب في الأخير sentite con la e. إذا كان يعني أتحدث عن المذكر فسنكتب اي. إذا الجملة هي: منذ وقت لم نتكلم مع بعض، تعني بالإيطالية. Da tempo non ci siamo sentite. Da tempo non ci siamo sentite. كما قلت هنا بالنسبة للverb هنا sentire، إذا كنت أتحدث عن المؤنث سنكتب sentite بأ على fine. Invece se parlo del maschile dobbiamo scrivere i alla fine. فبهذا نكون وصلت لنهاية ديال الفيديو، ولكن قبل ما نختم بغيت نشكر جميع الإخوان والأخوات اللي متابعيني سواء في هذه القناة أو في قناتي الثانية. مني لكم جزيل الشكر. ما تنسونيش من بارتاج، من لي لايك، وأيضا الانضمام للقناة فضلا وليس أمرا. كنشوف أن القنوات التعليمية ما كتاخدش حقها مثل القنوات الأخرى. وبالمناسبة سأختار كل فيديو إن شاء الله غنقدم تحية لشخصين. اليوم إن شاء الله كنقدم تحية لأخت مليكة كرومي وأيضا فاطمة نرجس. شكرا للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.